الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا على صلاه يا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واحد واحد شيخ، لو سمح لو سمح. صوفكم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل. اللهم لا مانع لما ولا أعطى لما قضيت ولا فتعل.
أبدأ من هنا، وإذا قيل اتبعوا ولا ممكن هنا مباشرة.
وبعدين نغير. Brother and sister, please switch off your phone. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باه ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باه ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلهم يرشدون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم يرشدون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام عليك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليك يا رب. السلام علينا والله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آله وصحبه. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما باركت على إبراهيم وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على نبينا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله أكبر سبحان الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ودار آبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ويسر اللهم لنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله الله أكبر. الله
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، تكلمنا في الحلقة الماضية عن شروط العبادة، وذكرنا أنها ثلاثة شروط: أولها صدق العزيمة، صدق العزيمة يعني الجد وفي الطلب وعدم التكاسل، الجد في الطلب وعدم التكاسل. والشرط الثاني إخلاص النية لله، إخلاص النية لله، فاعبد الله مخلصا له الدين. الشرط الثالث أن تكون العبادة موافقة لشرع الله، وهو ما جاء به الله جل وعلا في كتابه، وجاءت به رسل الله جل وعلا، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما ذكر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أي أنك تعرف ما أحبه الله جل وعلا فتتبعه وتقتدي به، وما نهى الله جل وعلا عنه فتنتهي عنه. فبذلك يكون حبك لله جل وعلا. وكيف نحب نعرف ما يحبه الله ورسوله، وكيف نعرف ما يبغضه الله ورسوله؟ يكون ذلك من خلال ما جاءت به رسل الله، من حيث ما جاءت به رسل الله، من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة. رسول الله، وقال جل وعلا عنه جل وعلا: وخاتم النبيين. كما أن الرسل أنزل الله عليهم، أنزل الله عليهم الكتب، أنزل الله عليهم الكتب، التوراة والإنجيل والزبور، وآخرها ماذا؟ القرآن الكريم. ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي جامعا لهذه الشرائع. آخر الكتب القرآن الكريم، نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. نعم، ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي جامعا لهذه الشرائع. فكما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر وخاتم النبيين، كذلك القرآن الكريم هو آخر الكتب التي أنزلها الله جل وعلا علينا. وهذا القرآن الكريم مشتملا على دين، على ما يحبه الله ويرضاه، فنأتمر به، وبين لنا الله جل وعلا فيه ما
ما يبغضه الله جل وعلا حتى نبتعد عنه. نعم، فينبغي لنا أن نأتي بما أمر الله وننتهي عما نهى الله ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف ذلك؟ من خلال الإسلام، ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فالإسلام القرآن الكريم، القرآن الكريم مشتملا على هذا الإسلام، على دين الله، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعمل به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا القرآن الكريم والسنة النبوية جاءت بهذا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هو الإسلام أيها الأحبة؟ الإسلام هو الاستسلام لله بتوحيد الله، بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. فهذا معنى الإسلام، أن تسلم، أن تستسلم لله بالتوحيد، وأن تنقاد له بالطاعة، الطاعة، وأن تخلص من الشرك. قال الله جل وعلا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فلا بد أن نستسلم لله بالتوحيد وننقاد له بالطاعة مع الإحسان في ذلك، مع الإحسان في ذلك، ونتخلص من الشرك وأهله. فالشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وإذن كيف نعرف هذا الإسلام؟ ما هي أركان الإسلام؟ ما هي أركان الإيمان؟ ما هي أركان الإحسان؟ فالدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث إيش؟ ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. بينها حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل عليه السلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم لبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل
أتاكم يعلمكم أمر دينكم، رواه مسلم. فهذا الحديث العظيم بين لنا مراتب الدين، الإسلام وأركانه الخمسة، والإيمان وأركانه الستة، والإحسان وهو ركن واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا الإحسان إلى أن نلقى الله جل وعلا ونحن على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة الله، sorry, I just translate in Indonesian language. Kalau ada yang mau bantu silakan diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang disampaikan beliau. Beliau menyampaikan sebelumnya adalah syurutu ibadah. Syurutu ibadah. Beliau menyampaikan yang pertama adalah azam. Azam beda dengan niat. Azam keinginan tapi sangat kuat sekali. Misalkan saya mau berangkat ke masjid, itu azam. Itu syurutu ibadah. Ini syaratnya ibadah ya. Syarat itu dilakukan sebelumnya. Kalau niat itu nanti masuknya ke dalam rukun ibadah. Beliau menyampaikan tiga hal sebelum kita sampai pada titik ibadah. Syaratun ibadah, syurutu ibadah. Yang pertama adalah azam, punya niatan dulu. Jenengan dari tempat masing-masing, Anda semua berangkat dari tempat masing-masing, punya azam berangkat, oh nanti saya berangkat ke masjid dan sebagainya, itu azam. Selanjutnya sampai di dalam masjid diawali dengan ikhlas. Syurut ibadah yang kedua adalah ikhlas. Lillahi mukhlishan lahuddin. Yang ketiga adalah muwaffaqul ibadah. Syurut ibadah. Muwaffaqatus syar. Okay, yang ketiga adalah sepakat, yakin, mengikuti semua yang datang dari Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah syarat daripada ibadah. Adapun pengaruhnya adalah sampai pada tahap cinta kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Beliau juga menyampaikan di sini, lalu bagaimana melaksanakan cinta kepada Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana beliau mengutip ayat Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa filakum dzunubakum." Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha, jika engkau cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikutlah aku. Aku di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu adapun faedahnya adalah caranya mengamalkan kalimat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa filakum dzunubakum adalah dengan Islam. Islam dengan berislam. Islam yakni agama yang beliau mengambil ayat suci Al-Qur'an, "Inna dina indallahil Islam." Semua agama yang paling tepat di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtai ghairal islami dinan falayuqbala min. Malah apabila mengambil agama selain agama Islam, maka falayuqbala min. Itu Al-Qur'an. Selanjutnya, Islam bermakna adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak tanpa syirik, ayat tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menyampaikan innasyirka ladzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, keburukan yang sangat besar sekali. Iya, inna syirka la zulmun azim, begitu. Lalu Islam itu beliau menyampaikan ada Islam itu adalah ada susunannya, ada murattib atau macam-macamnya tersusun dari tiga pondasi. Yang pertama adalah Islam, kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Sebagaimana beliau mengambil hadis yang cukup panjang dari sahabat Umar, sebuah kisah yang mungkin sudah sangat familiar sekali tentang Islam, iman, dan ihsan. Saya akan mengambil intinya saja.
bahwa Islam suatu ketika ada seorang yang apa namanya, yang berpakaian putih bersih datang kepada baginda Nabi, kemudian duduk tidak seperti kelihatan orang yang habis perjalanan jauh karena pakaiannya bersih sekali begitu. Karena di Arab sana kan posisinya kan berpasir, kecuali di sini musimnya enak begitu kan, beda. Kalau di sana berpasir jadi tidak kelihatan apa namanya, orang harusnya kalau dari perjalanan jauh pasti pakaiannya kotor, berdebu dan sebagainya. Nah, suatu ketika laki-laki datang kepada Nabi menanyakan tiga hal. Yang pertama, mal huwa Islam, ditanyakan apakah Islam itu. Islam adalah apa, antashhadu anna ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shum ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah Islam. Islam terdiri dari lima pondasi, adalah syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Selanjutnya, laki-laki ini bertanya lagi kepada baginda Nabi, wa mal huwa iman, al-iman antu'minu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi. Dan itu adalah daripada iman. Wa syarrihi. Dan yang terakhir, beliau juga menyatakan tentang ihsan. Ihsan itu adalah, beliau menanyakan yang ketiga, mal huwal ihsan, ihsan anta abudallah ka'annaka tara fa illam yakun tara fa innahu yara. Jadi ihsan itu adalah seolah-olah engkau beribadah melihat Allah, sehingga kalau seandainya engkau tak dapat melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Nah, itu adalah ihsan. Lalu yang pertanyaan penutup dari laki-laki ini adalah, kami sa'ah, ayu sa'ah, ditanyakan kapan waktunya, maksudnya waktu di sini adalah hari kiamat. Kapan waktu hari kiamat tiba, maka baginda membalikkan pertanyaan ini kepada penanya. Tadi saya kelewatan, mohon maaf. Setiap pertanyaan dan kemudian dijawab, lalu si penanya ini menyampaikan, Anda benar, begitu, sadaqta, begitu. Jadi laki-laki ini menanyakan, tapi juga yang membenarkan. Laki-laki ini menanyakan sampai ketiga kali, tapi juga yang membenarkan, begitu. Lalu pertanyaan penutup adalah, baginda, apa namanya, laki-laki ini bertanya kepada Nabi tentang kapan waktu hari kiamat. Lalu baginda Nabi membalikkan pertanyaan ini, sesungguhnya as-sa'il a'lam mas'ul anhu, begitu. Jadi penanya ini lebih tahu daripada yang ditanya, begitu. Lalu akhirnya disampaikanlah ciri-ciri tanda-tanda tentang hari kiamat. Salah satunya adalah orang-orang cinta bangunan dan cinta bangunan yang bermegah-megahan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terus semuanya sebagai penutup dari hadis ini, lalu sahabat bertanya, siapakah beliau, laki-laki itu? Karena laki-laki setelah tanya kemudian langsung pergi. Ketahuilah bahwa laki-laki itu adalah Jibril, mengajarkan kepada kita tentang agama Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang beliau sampaikan, kurang lebih, mohon maaf barangkali khilaf, kesimpulan dari yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.